بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم فيديو جديد على قناة بي كي بروجرامر. في هذا الفيديو راح نتحدث عن النستد لوب بالاوبن ام بي اي بي ايز، لكن قبل ان ننتقل للنستد لوب راح نعمل مراجعة بسيطة لآلية عمل الفور لوب لما يكون ضمن البارالل ريجون او لما نستخدم الهاش براغما او ام بي بارالل فور. بكل بساطة عندي يعني هذا الفور انيشاليز فاليو تكون الى صفر وينتهي باثنين لان كاتب اصغر من ثلاثة. طيب هذا اللوب يحتوي على كم اتريشن؟ يحتوي على ثلاث اتريشن، صفر والاتريشن واحد والاتريشن اثنين. وبما انه انا يوم حدد نوع السكيدولينج فهو باي ديفولت حيكون ستاتيك سكيدول وراح يوزعه بشكل تقريبا ايكوال، فراح يكون صفر بالثريد 1، واحد بالثريد 2، واثنين بالثريد 2. جيد. اذا هذا اللوب راح يكون على عمليته هي توزيع الاتريشن على الثريدز كانما صار عندي عملية سكيدولينج. جيد. هذا الفور لوب يحتوي على خمس انستراكشن. هذه الخمسة انستراكشن كلها راح تعمل كم مرة؟ راح تعمل يعني كل انستراكشن من هذين الخمسة او خمستهن راح يعملن ثلاث مرات، مرة لما تكون الاي زيرو، مرة لما تكون الاي واحد، ومرة لما تكون الاي تساوي اثنين بهذا الشكل. طيب لو قمت اني بتعديل الكود وكتبته بهذا الشكل هاش براغما او ام بي بارالل فور فور الانتجر i equal 0 i less than 3 و i plus plus، وفي الداخل كتبت 4 مرة اخرى ولنقل integer j equal 0 j less than 5 and j plus plus، وهنا كتبت إعاز واحد. ما سيحدث هنا انه اني الهاش براغما او ام بي بارالل فور سترى او ستؤثر على هذه الفور فقط، يعني ما موجود في داخل هذا الفور كله، تشوفه كأنما هو إعاز واحد او بلوك واحد. يعني شنو اللي راح يصير؟ خل نحذف المكتوب ونراويكم. انا عندي هنا مجموعة اتريشن راح يصير عندي صفر صفر، هاي نقول قيمة i وقيمة j، ثم صفر واحد، ثم صفر اثنين، صفر ثلاثة، صفر اربعة، ثم بعدها واحد صفر. الحين اعد كل الاتريشن اللي عندي واحد واحد لان حتى نوضح عليها التوزيع، واحد اثنين، واحد ثلاثة، واحد اربعة، ثم عندي اثنين صفر، اثنين واحد، اثنين اثنين، اثنين ثلاثة، اثنين اربعة بهذا الشكل. طيب انا لما اجي استخدم هاش براغما او ام بي بارالل فور، هذا الفور ايش راح تشوف؟ هي ما راح تشوف الاتريشن الداخلي، ما راح تشوف الجي، راح تشوف فقط الاي. فتشوف هذا كله كأنما انستركشن واحد، وهذا كأنما انستركشن واحد، وهذا انستركشن واحد او بلوك يعني واحد حيكون. ما تقدر توصل الى ان ما تعرف انه انا بالداخل عندي لوب. يعني عملية التوزيع راح يكون عندي thread 0 thread 1 thread 2 thread 3 بهذه الآلية. هذا كله عبارة عن كأنما chunk واحد، وحجمه أيضا راح يكون واحد، هذا chunk طبعا هذا. فهذا كله راح يتنفذ بمن؟ بالthread 0 ولنقل 0 x، وهذا راح يتنفذ بالثريد 1 اللي هو 1 اكس اللي هو كانما قطع يعني اتريشن واحد حيشوفه، وهذا راح يتنفذ بمن؟ بالثريد 2 اللي هو نقول 2 اكس اكس اقصد يعني رقم ثاني يتغير. المهم هو كله حيشوفه باتريشن واحد. طيب هذا الكلام لا يعتبر نستد لوب. حتى اني اقدر اوصل للنستد لوب راح استخدم كلاوز جديدة. لما اجي اكتب هاش براغما او ام بي بارالل فور، وهنا أنا اجي استخدم عبارة جديدة اللي هي الكولابس. الكولابس تعني لي degree of nesting او degree of nested loop، ايش قد او كم لوب راح يقدر يشوف
البارالل فورم البارالل ريجن باي ديفولت، يعني اذا ما اكتب كولابس هو كانما وضع الكولابس واحد. يعني لو عندي فور بهذا الشكل وبداخلها فور اخرى وبداخلها ايضا فور اخرى، وهنا كتبت هاش براغما او ام بي بارالل فور كولابس. اذا ما كتبت الكولابس انا هو تلقائيا راح يشوف فقط هذه الفور، وشكو شيء بداخلها ما راح يقوم بتوزيع العمل عليه، يعني كانما بالداخل راح يعمل بشكل سيكوينشال، اما في الخارج فقط في اللوب الخارجي حيعمل بشكل بارالل. لكن لو اتيت وكتبت كولابس 2 فهنا تلقائيا راح يشوف هذه الفور وهذه الفور فقط، يعني راح يشوف هذا الفور وهذا الفور. طيب شنو اقصد يشوف هذا الفور وهذا الفور؟ هسه احنا قلنا احنا عندنا لما يكون الكولابس 1 او ما كاتبين الكولابس عندي اتريشن 0 اتريشن 1 اتريشن 2 صحيح. لكن لو انا غيرت وخليت الكولابس 2 وعلى نفس هذه الاتريشن، اوكي شنو اللي راح يصير عندي هنا؟ خل نحذف هذا. اللي راح يصير عندي انه هذه حتعتبر اتريشن وهذه اتريشن وهذه اتريشن وهذه اتريشن وهذه اتريشن، يعني راح يشوف اللوب الداخلي واللوب الخارجي اثنين راح يشوف الاتريشن مالتها. انا كان عندي اللوب من الصفر الى اصغر من 3 يعني الى 2، واللوب الداخلي من الصفر الى 4 يعني هذا يحتوي على 3 اتريشن اللي كنا نشوفهم فقط بالحالة لما ما كان عندي كولابس، وهذا يحتوي على 5 اتريشن. اذا انا راح يصير كانما عندي 15 اتريشن. لما يصير عندي 15 اتريشن بالاعتماد على طريقة السكيدجولينج اللي انا محددها، لنفرض احنا تاركين السكيدجولينج ديفولت فراح يكون ستاتيك، فراح يتم توزيع الاتريشن على الثريد. لاحظ اذا تلاحظ الان في حالة تكون الكولابس واحد، ولاحظ الآن لما تكون الكولابس 2 في هذا المثال اللي وضحناه ككود سابقا thread 1 thread 2 thread 3. اوكي بما انه انا هنا عندي كم اتريشن؟ عندي 15. فال 15 احنا قلنا اذا ما حددنا ال احنا نفرض انه عندنا 4 ثريد بالقسمة على 4، اذا ما حددنا نوع السكجول فهو ستاتيك ويقسمه باقرب صورة، فاذا 15 تقسيم 4 راح يطلع لي 3.75 اتصور، واللي هو يعني معناها انه راح يكون عندي بين 3 و 4 اتريشن، يعني بالغالب حيكونين 4 فقط، الاخر راح يكون بنقص. جيد اذا الان راح يجي خلينا نختار لون اخر حتى نوضح به. هذا الصور جيد. اوكي اذا هنا انا حصير عندي 15 اتريشن وعندي عمليه سكيدجولينج. السكيدجولينج يقول انه انا عندي كل ليفل ايش قد راح ياخذ؟ راح ياخذ 4 او كل تشانك، يعني لاحظ تشانك قبل شويه تشانك حجمه 1 واللي هو اصلا عندي فقط 3 اتريشن، الان تشانك حجمه ايش قد؟ 4 تقريبا، واني عندي 15 اتريشن. لاحظ بهذا الشكل، هذا تشانك هذا تشانك وهذا الاخير، يعني اللي راح يصير 0 0 0 1 0 2 0 3 حتى اعمل بالثريد 0 ثم 0 4 1 0 1 1 1 2 بهذا الثريد 1 3 1 4 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4. اذا اصبحت للهاش براغما اون بي بارالل 4 او الفور دايركتيف هنا القابليه على الوصول الى اللوب الثاني. ليش؟ لان انا حددت الكولابس 2 فقام يشوف الاتريشن حاصل ضرب الاتريشنات 2 هن، قام يشوف الاتريشن الداخليه، بعد ما قام يشوف الاتريشن الداخليه قام بتوزيعها عمل شنكات عليها بهذا الشكل. المشكلة اللي راح تظهر عندي الآن، أين هذه المشكلة؟ لاحظ
ممكن الثريد هسه احنا بالسابق لما قلنا الثريد 0 حياخذ كل الصفر اكس، لما راح ياخذ الصفر اكس في الداخل راح يشتغل سيكوينشال لما يكون الكولابس واحد، يعني من المستحيل انه ينفذ 0.0 فارز 2 قبل ما ينفذ 0 1 وقبل 0 0. ليش؟ انه هو كل يشوفها عاز واحد، ولكن في الداخل تغيير قيمه الجي او اللي رمزناها هنا باكس يعني قيمه متغيره راح يكون بشكل سيكوينشال، يعني مستحيل تتنفذ 0 2 قبل 0 0. وهذا يعني انه لو عندي اعتماديه 0 2 على 0 0 يعني عندي ديبندنسي، فاذا هذا راح الكولابس واحد او مكتب كولابس تمام راح يفيدني. لكن يجب ان انتبه الى امر، لما يكون الكولابس اثنين يجب انه ما يكون عندي اعتمادية. لماذا؟ لان يعني بكل بساطة انا ممكن الثريد 2 يجي يشتغل قبل الثريد 1 فراح تتنفذ الواحد بوينت 3 بعدها هذا الواحد 3 ثم يتنفذ 0.4 ثم يتنفذ 1.0، يعني هذه الاتريشن 1.3 تنفذت قبل هذه، فأنا يجب أن لا يكون عندي اعتمادية في نفس اللوب أو الرو إذا كان عندي مثلاً array. إذن يجب أن أنتبه إلى هذا الأمر. طيب، مسألة أخرى يجب أن أنتبه إليها نظرياً قبل أن أنتقل إلى الجانب العملي، إن الواقع لعمل عملية الكولابس راح يؤدي إلى أمر مهلك او مستهلك السي بي يو بشكل كثير. كيف راح يقوم باستهلاك السي بي يو؟ بكل بساطه يعني لما تكون عندي 4، هذه الفور قلنا بها 3، طبعا احنا نقدر نقول 3 كفشي جدا مينيمم، المفروض يعني يكون الشغل ممكن بالالاف حسب الحاجه بالملايين، حسب ممكن عندك صوره بابعاد كبيره وتعمل عليها بشكل بارلل وعندك رو وكولوم وتتصل البكسلات بشكل اندبندنت. اوكي، المشكله وين راح تحدث؟ احنا لما نجي هذا من الصفر الى الاثنين، احنا هنا ايش بنسوي؟ بنسوي كانما ثلاث ثريدات 0 1 2، كانما تشتغل ثلاث ثريدات، كانما سوينا اذا عمليه فورك. اوكي، كل ثريد لما يكون بداخل لوب داخلي ايضا راح شو يسوي؟ كانما ايضا راح يقوم بعمليه فورك من جديد، حينفذ مجموعه اتريشنات ويرد يسوي جوين بعدها مره اخرى، يسوي ممكن فورك ينفذ اتريشن جوين. نفس الامر بالنسبه للثاني فورك جوين، كانما صار اني عندي نستد بارلل، يعني كل مره اني اسوي ثريدات جديده وهميه وايضا احذف هذه الثريدات، يعني فورك جوين. هذه العمليه كوست، تسبب كلفه كلش للسي بي يو او للكورز اللي عندي، فلذلك انا يجب ان احذر لما اجي استخدم النستد اوبن ام بي لوبس، احذر اذا كان عندي عدد الكورس يكون قليل. ممكن استخدمه لما يكون عندي سيرفر على سبيل المثال، ممكن لما يكون الاعتماد على الفيديو كارد اللي يحتوي مثلا على عدد كبير من الكورس، ولكن حاسبة تحتوي على 2 4 او ممكن 8 كورس حتى لو كانت جيمنج بي سي، هذه الحاسبة اذا كان عندي لوب كبير وسويت الكولابس 2 او اكثر، يعني طبيت الى نستد لوب، هذا ممكن راح يولد لي بطء وليس زيادة في السرعة، لكن بنفس الوقت احنا نوضح فكرته وآلية عمله. طيب خلنا الان ننتقل الى الكود ونشوف نفس الكلام اللي طرقنا له بالكود سابقا نظريا. عندنا هاش براغما او ام بي بارلل 4، هنا افرض انه عندنا 5 انستراكشن، هذه الانستراكشن كلها تتنفذ 5 مرات، يعني تتنفذ 3 مرات، كل مرة راح تتنفذ مع بعض في نفس الثريد، يعني ما يصير الانستراكشن هذه 3 بالنسبة للاتريشن 0 تتنفذ قبل تنفذ الانستراكشن 2 بالنسبة لنفس الاتريشن 0. واضح؟ نفس هذا الكلام راح يحدث لو عندي for in j equal 0 j less than 5 j plus plus. اوكي، خلينا نكتب اي كود حتى تبين العمليه بشكل print format text، نقول i تساوي module decimal، فارز j تساوي module decimal، خلينا نشوف بها ثريد العمل، ثريد لنقول module decimal، وننزل سطر
اوكي نطبع هاي نطبع جاي، وايضا نستدعي دالة ال OMP get thread. نعم يمكن اكثر دالة استدعيتها خلال هذا الكورس، يعني توضح لنا دائما هي آلية العمل فقط، يعني احنا نعرف انه احنا وين نشتغل بالضبط في اي thread. طيب الان Ctrl S احفظ الكود واسوي compile run. اوكي الان لو تلاحظ انه هذه الاتريشن كلها تنفذت باي ثريد؟ الثريد 0. ناتي الى هذه الاتريشن كلها تنفذت باي ثريد؟ تنفذت بالثريد 1. وهذه الاتريشن كلها تنفذت بالثريد 2، لانه بكل بساطه فقط شاف الاي ما دا يشوف الجي والتغيير. وتلاحظ انه دائما التنفيذ سيكوينشال، يعني لما تكون الاي صفر لازم تتنفذ الجي صفر قبل الجي 1. خلينا ننفذ مره اخرى. اي هذا اللي وصل له. طيب ممكن انه يصير تقديم وتاخير، يعني ممكن الاي تبني، احنا نشتغل عادي نشتغل بارلل بروجرامينج، لكن ما يحدث هو انه حتى لو صار تداخل لازم باي مكان قيمة الاي لما تكون صفر لازم الجاي تكون قبل صفر اول شيء، يلا تكون واحد يلا اثنين يلا تكون ثلاثة يلا اربعة، يعني ما يصير انا عندي شيء بعنصر برو يعتمد على قبل اخر. طيب فقط الان لو نضيف الان عبارة الكولابس ونحدد اثنين، معناها راح اقول له انظر الى فورين، لو اكو فور ثالثة ما راح يشوفها، راح تكون سيكوينشال تعمل الثالثة والاولى والثانية راح تعمل بشكل بارالل. نسيب البرنامج خلينا نحذف مع الشاشة كومبايل ران. جيد الان نتابع العمل. خلينا نرجع احنا حذفنا هذا التكست السابق. المهم فلنتابع العمل. لاحظ لما تكون قيمة الاي نبدي بأول ثريد زيرو. اوكي ثريد زيرو هذه الاتريشنات الخاصة بيشوف صفر الجي صفر واحد اثنين ثلاثة، لكن في نفس الوقت لو تلاحظ الان عندي اني الاي صفر اربعة تنفذت قبل ما تكون صفر صفر. ليش؟ لان انا صارت وصول الى اللوب الداخلي عندي، صارت عملية اكسس بنستخدمت عبارة الكولابس تو، وقدر النست البارالل بروجرامينج يقسمه. طبعا انت هنا بالحقيقة لما نشاهد مكتوب ثريد 2 ثريد 1 ثريد 0 ثريد 3 الى اخره، هذا كله بالنسبة الى اللوب الخارجي، اما ماذا يحدث في اللوب الداخلي كأنما هو ايضا يسوي ثريدات، يعني كل مرة يصير فورك جوين فورك جوين. هذا الكلام لما نحن نتحدث عن لوب نستد لوب بسيط جدا فقط 15 اتريشن. طيب لو نتحدث عن كلام لوب جدا كبير حتسبب لنا مشكلة وحيسبب بطء اذا كان عدد الكورس قليل، لكن في حالة نحتاج هنا ممكن نطبقه. احنا دائما وضحنا لما نتحدث عن كورس اساسيات ومفاهيم يجب ان نتعلم هذه الاساسيات والمفاهيم اولا لما نكون في وقت الحاجة اللي نحن تلقائنا راح نعرف محتاجينهن. اوبس انا باقي عندي هذا كود قديم من الفيديو السابق ما على اثر على الكلام الخاص بنا في هذا الفيديو. طيب اذا هذه فكرة الكولابس بكل بساطة، فكرة النستد لوب. لهنا ينتهي هذا الفيديو. شكرا للمشاهدة، نشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله.